اهلا وسهلا ومرحبا بكم اصدقائي ومتتابعينا الكرام في فيديو جديد واخبار جديده تخص ابطال مسلسل ظهور الدم. اتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير. واخباري اولا اصدقائي سابدا هو بمعايده باريش باكتاش لزوجتي يكونهم بمناسبه عيد ميلادي، حيث نزل تدوين بهذه المناسبه وقال: كنت في اسفل المنحدرات عندما اتيت وقبلت قلبي، بينما كانت عيني لا ترى شيئا رايت كل شيء في عينيك. أطلقت عليك النار، بينما كنت شخصا لا يسمع أطلقت النار على قلبي وتوقفت. كنت خائفا من السقوط والموت لأنني كنت أحمي قلبك. الآن عيد ميلاد سعيد، من الجيد أنك ولدت وأنك موجودة يا وردتي. وبدأ تنزيل أصدقائي هذه التدوين العديد. انتقدوا باريش باكتاش وقالوا أنه دائما يفتح باب غير مرحب به من أجل خلق الجدل، وقالوا أنه أصبح شاعر وأنه حتى ولو نزل وثيقة موقعة من رئيسهم مع شهود لإقناعهم بأنه يحب زوجته فلن يقتنعوا أبدا. وقالوا: إذا أردت التحسن ويجعل هذا الكلام الذي قلته لنا يريحك، إذا نحن مقتنعين. وحتى أصدقائي الصحفي دينيس توران تعرض للانتقادات لدرجة أن الفانز ألغوا متابعته بعدما نزل صورة باريش وزوجته، وقال: باريش يهنئ زوجته كولوم بمناسبة عيد ميلادها. وكل هذا أصدقائي قالوا لأن دينيس يتحدث عنها كأنها نجمة سينمائية، وقالوا أنه سيكون من الرائع أن تختارها سيفتا بدلا من يغمر في الموسم الثالث. وقالوا أيضا أنهم كانوا يحترمون دينيس عندما كان يتحدث عن الممثلين، والآن بما أنه غير اتجاهه على صفحته سوف يتم إلغاء متابعته، ويطلبون من سيفتا أن تكمل الجزء الثالث بزوجة باريش باكتاش. المهم أصدقائي، باريش تعرض بسبب هذه التدوينة للعديد من الانتقادات، رغم أنني أرى أنها تدوينة عادية جدا. ما العيب في أن نرى زوج يقدر زوجته ويحبها؟ أصلا كل زوج وراء نجاحه زوجتي، أو بمعنى آخر امرأة عظيمة. فقط لدي سؤال: لماذا في كل مرة يتحدث عن زوجته يتعرض للإهانات، رغم أن العديد يقولون أنه يعني دائما يتعمد الحديث عن غولوم لأن شخصيته مهزوزة ويحب الجدل والشهرة، وقال هذا أشياء لإثارة الجدل لأنه مهووس بالشهرة. بصراحة لا أظن. كما أيضا زوجة باريش نزلت ستوري على أساس أن هذا عيد ميلادها 28، والعديد قالوا: هل هذا يعني أنها أكبر من باريش فقط بسنة؟ وقالوا: هذا ليس صحيح أصلا، يعني واضح أن عمرها 45 سنة، وما هذه الجرأة الذي جعلت كولوم تنزل سنها والذي هو أصلا ليس بسنها الحقيقي. وقالوا أنها تكذب حتى في عمرها وتوهم الناس أنها أكبر منها فقط بسنة. ونزلت يعني العديد يعني من الفانز أصدقائي نزلوا صور عديدة يستهزئون بسنها. وأنا أقول أصدقائي أنه حتى لو كانت أكبر منه، لو كان الحب موجود لا يهم الفرق في العمر. والفانز أصدقاء الإيطالي ذهبوا عند بيرسين وعلقوا قائلين لها: إن غولوم تحتفل اليوم بعيد ميلادها، ألا تتمني لصديقتك غولوم باكتاش عيد ميلاد سعيد؟ أيضا كما أيضا أصدقائي يغمر نزلت ستوري على الإنستغرام تتكلم فيه مع الفانز، وقالت أنها تحبهم وشكرتهم على دعمهم لها. وتعرضت للهجوم أيضا، وقالوا يعني بعض الفانز: لماذا تتحدث مع فانزها؟ والله أصدقائي الناس أرى وصل يعني وصلوا العفو لدرجة الجنون، لدرجة أنهم أصبحوا يتحكمون في البنت، يعني ألا تتكلم مع الفانز، يعني يريدون أن تفعل ما يريدونهم. والمهم أصدقائي بسبب هذا أعادت يغمر نشر تدوينة أخرى على التويتر تقول: أحبكم كثيرا، أحبكم كثيرا، أحبكم كثيرا، أستطيع أن أقولها 1000 مرة في كل مكان، أحبكم كثيرا، من حسن الحظ أنكم موجودين. والله أصدقائي إنها لطيفة جدا وتعبر عن حبها لفانزها في كل مكان، في المقابلات والأنستا والتويتر، يعني ممثلة تستحق كل الدعم ما شاء الله. كما أيضا أصدقائي اليوم يغمر عملت إعلان لماكينة القهوة لماركة يعني معروفة باسم ديلونجي تركيا، وظهرت في الإعلان جميلة ما شاء الله. والعديد أصدقائي قللوا من مجهودات يغمر للأسف، وقالوا أنها يعني لا تعتبر إعلانات، وهذا ليس بإعلانات. أريد أن أقول فقط لهم أصدقائي أن معظم الممثلون يبدأون بإعلانات بسيطة، ويغمر لا زالت في أول مشوارها الفني، عادي جدا أن تعمل إعلانات مثل هذه، وأكيد سوف تتقدم لها عروض إعلانات كبيرة وكثيرة وأفلام ومسلسلات، لأنها الآن
تمشي خطوة خطوة، يعني خطواتها كلها ثابتة. وأصلا هذه الماركة مشهورة، وأشهر الممثلون قاموا بنفس الدعاية، ومنهم الممثل العالمي براد بيت. كما أيضا يغمر أصدقائي ظهرت البارحة في حفل من فعاليات مجلة لوفيسيال تركيا. المهم ظهرت ما شاء الله روعة، والعديد أصدقائي انتقدوا لباسها وقالوا أنها أصبحت مستفزة وتتعرى كثيرا، وأنها ترتدي لباس فاضح وغير لائق، وأصبحت يعني لباسها تقريبا كله أوفر. وقالوا أيضا أنهم أحبوها بلباسها البسيط لأنه كان يظهر يعني يظهرها كأنها بريئة عكس الآن. وأيضا قالوا أنها غلطانة وتعتقد أن أساس النجاح هو الشهرة والتعري. وأريد أصدقائي أن أقول أن هي هذه هي لباسها أصلا، لا دخل للتعري بالشهرة نهائيا. وحتى أنها في المسلسل كما قالوا ترتدي يعني ملابس كلها حشبة عكس الآن. وأكيد أصدقائي أنه من شروط المسلسل والقناة أن ترتدي مثل تلك الملابس، أما واقعها هذا هو لباسها الحقيقي. لماذا يعني تستغربون من لباسها؟ عادي بالنسبة للأتراك، لأن تركيا بلد علماني وفيه كامل الحرية مثله مثل الدول الأوروبية. حتى أنهم انتقدوا أيضا أصدقائي حذاءها، يعني على طول أصبحوا ينتقدوها للأسف. وأصلا الحذاء موضة دارجة لديهم في تركيا، حتى الممثلة بيرينسا ترتدي نفسه. وأصلا كل شخص وذوقه والأذواق تختلف، لا يجب الانتقاد بالخصوص على الملابس، لأن الشيء الذي يعجبني من الممكن لن يعجب شخص آخر. وأحيانا أصدقائي تتركون الأهم وتركزون على الملابس، حتى أنه أظن أصدقائي عند ظهورها وهي ذاهبة لتصوير إعلان ماكينة القهوة ظهرت بتي شورت أبيض وشورت جينز، والعديد أصدقائي بدأوا يتمسخرون عليها ويقولون أنها نسيت أن تلبس البنطلون، والعديد من الأشياء اتقالت في حقها. وكم من مرة أصدقائي سوف أريد الحديث عن هذا، أن تركيا يعني مجتمعهم يعني أو بمعنى بلادهم تعيش كأنها بلد أوروبية. المهم أصدقائي الحدث الموجود فيه يغمر في بودروم كل مشاهير تركيا مجتمعين فيه، حتى طوبى وكرم بورسين وميرت وجنيد. بصراحة وجود يغمر واستضافتها في مثل هذه المجلة الكبيرة يعتبر فخر لها، إنها تتقدم خطوة بخطوة. كما أيضا أصدقائي اليوم يغمر كانت موجودة في حدث لماركة سيارات عالمية، وظهرت بطبيعتها بدون مكياج والتقطت يعني العديد من الصور من غير فلتر. إنها ما شاء الله يعني واثقة من جمالها الطبيعي، وهي جميلة سواء بالمكياج أو من غيره أو بالفلتر عفوا أو بدونه. كما أيضا أصدقائي أستاذ يغمر في التمثيل نزل تدوينة يقول فيها تلميذتي المخلصة والموهوبة، أنا خلفك وبجانبك حتى النهاية يا ابنتي الجميلة. لقد كان طولغا يعني تلميذي مثلك تماما، أنا فخور بكم. يعني أكيد أصدقائي كان أيضا هو أستاذ لي طولغا. ويغمر عملت يعني على نفسها كثيرا وطورت من حالها، والآن حصلت على نتيجة تعبها. تمثيلها تطور بمراحل في ممثلي لي سنوات لم يتطور بهذه الدرجة. ومنذ أصدقائي تنزيل أستاذ يغمر في التمثيل هذه التدوينة، والكل يتمنى أن يروا يغمر يعني وتلقى في عمل واحد، ولما لا إن شاء الله. كما أيضا أصدقائي تم تنزيل إعلان لبرنامج طبخ وسوف يكون ضيف فيه باريش بكتاش. وكما قلت لكم من قبل أن باريش سوف يتم استضافته في برنامج طبخ بدون يغمر، لأنه ليس للثنائيات. كما أيضا أصدقائي بمناسبة وصول قناة المسلسل إلى مليون متابع وصلهم درع المليون، وبهذه المناسبة أصدقائي باريش بكتاش نزل هذا المقطع على صفحته الخاصة الانستغرام وكذا. شكرا لكم على مليون متابع، شكرا لكم عائلة زهور الدم. كما أيضا أصدقائي العديد قالوا أن البرنامج الخاص بالطبخ الذي يستضيف باريش بكتاش كانت زوجته كولوم تشتغل مذيعة في نفس القناة، وقالوا أن هذا أقل شيء لشكرها على سنوات عملها واستضافته، يعني استضافة باريش في هذا البرنامج الذي كانت هي تعمل في نفس قناته، وقالوا أن هي من تتوسط لهم. وهي يعني العديد من هذا الكلام الذي لا أساس له من الصحة
كما أيضا أصدقائي العديد مدحوا وأعجبوا بمشهد بران وهو يتحدث مع طفله ومدحوا بحث صوته، قالوا أن هذا المشهد كان في قمة الروعة والجمال وأن باريش ممثل لا يعلى عليه، لدرجة أن بعض الفانس في هذا المشهد دمعوا معه حينما كان يقول لطفله سوف تكون والدتك معنا مرة أخرى، سوف تنظر لك مرة أخرى بتلك العيون الجميلة، لن تكبر بدون أم مثلي يا بني. يعني أصدقائي باريش استطاع أن يوصل إحساس هذا المشهد إلى الجمهور، ما شاء الله، نتمنى له التوفيق الدائم سواء له وليغمر. وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.